ماهوش شوارع عتيقة ولا تحف أنتيكة، الماضي لحظات منقوشة في الذاكرة ما يعرف قيمتها كان اللي عاشها. وحدي نعيش على ذكريات في تشاور وحروف، في حاضر مليان بالعزلة والنسيان. الشيء اللي خلاني نقرر نكمل المسيرة ونكتب السطر الآخر في حكايتي كيما راها وكيما عشتها. أنا مولود في تونس العاصمة نهار 5 جانفي عام 1937، وأمي كانت متفتحة شوية من عائلة الماطري، كون منها الدكتور محمود الماطري الزعيم المعروف علمتني اللغة الفرنسوية قبل ما نزوز للمكتب. قريت في الصدقية، قلت كانت في الصدقية الصغيرة يعني لانكس، والصدقية الكبيرة هو الكوليج. ومن الصدقية بدأت الرحلة. الصدفة هزتني لثنايا الصحافة والإعلام، وأنا مازلت تلميذ نقرة وقتها. نهار أنا في الصدقية قاعد في القسم معايا صاحبي، خرجت جريدة الأخبار يومية، قالوا نحبوا شكون يحب يكتب معنا في الجريدة، وقول الميداني يحب يتكلم عليه. عام 56 خرجت المقال إليك الجواب اسمه، يبعثوا لي القراء الجوابات وانا نجاوب عليهم. لين كبرت وتعرفت وتشهرت وليت في لابريس. إذا مدرستي كانت سبب باش ندخل عالم الجرايد والمقالات والصحافة. ما ننساوش اللي حومتي كان عندها دور باش تهزني في ثنية أخرى وتجربة جديدة. الحلفة وين؟ وباب رقواز وباب سويقة، هذم كانوا معقل الإبداع الأدبي والفني في هاك الوقت. الشوارع هذه كانت روح العاصمة. سارونا مع المطربة الخالدة، سريعة سريعة المطربة الخالدة، وصوت الحب والحنان نور السلطان، نور السلطان في كل ليلة تعيشون معها في صالة الفتح بمناسبة حلول شهر رمضان. ما ثماش مطرب ما تعديش من قاعاتها. كنت ديما نحضر للحفلات وانا صغير، حتى جاتني الفرصة وليت انا نقدم الحفلات على الركح. يا ريت دموعتي، يا ريت يا ريت. قبل كنت نخدمهم باللغة العربية، ومن بعد كي تشهرت وتعرفت قدموا باللغة الدارجة متاع لغة العاصمة. احنا كنا تونس متفاهمين، لكن مو كل جهة وعندها لهجتها. تلبية لاقتراحاتكم العديدة، صليحة تغني فريق غزالي. عرفت بصليحة بالقداء في صالة قرطبة، كانت ساعات تتلحف وكي تقابلك ولدي وتكب عليه، هي ولدي وكذا. كانت تغني في الكيف مجانا
يحيى بورقيبه، حطت السنادق فوق الدروج هذوك، في طلع زرف القدم نتاع الطماق نتاعها، وهي تبارك الله صحيحتها ما نعرفش شنو اللي تمسط في كلاويها. مشات للطبيب فرنساوي، قال لها يا مدام ما سمعش كلامي ما عملش كذا، انت لابد باش تموت هكا كلمه. وفعلا نتصور معاه في صوره نادره، وشرح الخميس معانا كان يفدك قبل ما يجي لازم ينكت ويعمل. وما عرفش هذاك هنايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب، وين المحبة ونهاية حبوني وتكلل. وعازف ناي ممتاز، تعلم من ناي، هو شرح النادي فرد وقت، ويلحن ويكتب ويألف. وانا نعتبره وقتها فلتة من فلتات العصر هذاك. ولا نساني لا فهمني، لا نساني لا فهمني، بين يديه كورة وصلني، بين يديه كورة وصلني. وما عرفش هذاك هنايا، واللي يقول نحب يحب. وكما عرف الشرع الخميسي، كان تقديمي للحفلات سبب باش نقرب من مطرب الخضراء الأول سيدي علي الرياحي. عيونك بيا حسيتها تمور في زواجية، حسيتها تمور في زواجية. كان يعطيك كان يعطيك كان يعطيك كان يعطيك كان. أول أغنية كان يغنيها سيدي علي في الحفلات يلي يعطي شبت عيونك فيا، وعنده ثلاثة وردات لكن يغنيها في الاخر، وقبل ما يغنيها يمد لي ثلاثة وردات ويبدا يوصي فيا. طيب تركي باش تقدم، قولوا الان علي الريح، لا نقول لا استاذ لا موسيقي لا شيء. كان خدم الحفلات في الرجني بلاس، هو يروح بيا حتى قدام باب الدار ويكمل الدار. هذا القلب نشد بدي ونقول ما عادش يحبك. وكيف ذا عنده غذاية جديدة شامل شدا عندي قاعد بعضها، يقول لك راني عملت الغنية ذي لحنتها بديت فيها باش تطلع حاجة باهية، والنغمة الفلانية وفيها الليالي يظن هذاك. ونورها على البحيرة وشكلها في ضوء القميرة، ونورها على البحيرة وشكلها. وليلتها كل ما تقلق باش يمشي الحفلة اللي فوق من قلبه، قالوا لازم الشيخ احمد حمزه نتعدى قبله، حس في روحي تعب. قالوا مشيت يدين سيد علي سيد العجيه العجيه باردين. كي كلمت العجيه قالوا ايه تفضل في كل وقت سيد علي باش ينشدنا. ياك هاو ماشي خطوتين تاعها كطيح على المشومه هزو مات في الثنيه. من تقديم الحفلات نجمت نكون علاقات كبيرة في الوسط الفني التونسي. الشيء اللي سهل علي نكتشف موهبة أخرى من مواهبي اللي برشا ما يعرفوهاش. تأليف الأغاني كانت مرحلة مهمة في مسيرتي. فنانين كنت نسمعهم قبل ومعجب بهم ولا يغنيوا أغنية من تأليفي أنا.
وكل ما غني فيهم معاني يلي تقولوا الحب عذاب، الدنيا ما تحلى إلا بيه، الحب هو حلم الشباب والفنان يغني عليه. حسيب رجلي ألف ثلاثة أغاني تلحين والنسكرية على شكر ورد حبيته، يا ليلي يا وحش عالي، دموع وذكريات في قلبي ساكنية. اللي نتفكرهم كتبت له مغناولي يوسف تميمي، كتبت له زوز أغاني، الأولى تونس بلاد الخير يا محلاها، والثانية قلبي من حبك الزين. حنين كبير الماضي تحير فيه، وانا نحاول نوثق من مسيرتي الطويلة. استدعيت صحفية شابة لدالي وفتحت لها صندوق أسراري، وخاصة التجربة المصرية اللي كانت نقطة قوية في مسيرتي الفنية. بلاد حبيتها وحبيت فنونها وزرتها أكثر من 40 مرة. أنا في مصر في إحدى المهرجانات السينمائية وعندي صديق قال لي باش يخرج مجلة اسمها السينما والناس، ولازم تكون أنت مراسلها من تونس. قبلتها وليت مراسل متاع السينما والناس، وليت كيف نغيب نحضر في المهرجان هو ياخذني ضيف على المجلة أسبوع كامل، ونكتب على مهرجان كارتاج، مهرجان الصيفية، الكل يتكلم معلوم في هيك المجلة. الصدفة والغرام خلوني نزيد نأسس علاقات شخصية مع عمالقة الغناء ونجوم السينما المصرية في السبعينات. قعدت مع أكبر الفنانين ونعرف بيعرفوني بالكدا، في مقدمتهم عبد الوهاب، يوسف وهبي بيه، محمود المليجي، عادل أدهم، برشا. وفي رحلتي اكتشفت برشا أسرار وكشفت برشا حقائق. مثلا برشا ناس ما يعرفوش اللي يوسف وهبي أصله تونسي، أنا كي قابلته حكالي بالتفصيل. قال لي يوسف وهبي نعرفش بوه ولا ظن عزيزه، قال كان يلبس الجبه، نتفكر يلبس الجبه، وكان هارج انا صغير يقول لي بالتونسي قلقتني يا ولد، فعرفت ان كلمه قلقتني كلمه تونسيه معناها اضجرتني يا صبي. وبعد قال بين مصريتي التي اعتز بها والدماء التونسيه التي تجري في عروقي فقل لكل تونسي اني احييه. اما الحبيب بورقيبة دخل خشبة المسرح قبل السياسة وكان في كلا الميدانين أستاذا. عيت لي سي شاني القليبي وقت الله يرحمه، سمعها وبعد جاني جواب
مصحفش على العويدي قال الرئيس بورقيبة اتأثر من كلاب اللي شفاب اللي جبته وانتش كروك وشكرني بارك الله فيه. كلهم قرابة علي أخلاقهم العائلة وتواضعهم ما تقولش هذم The Grand Vedette اللي نتفرجوا فيهم في السينما وخاصة عبد الوهاب وقت قال لي مرة كنت وقت لهم أغاني الأفلام نزلوا كاسيت VHS بتاعك الحلقة اللي هو ويشوفني كيفاش نحكي قال لي ما فيش حاجة تعملها أنا مش راضي عنها. دكتور يعني هل صدف أن استمعتم إلى الملوف والأصوات التونسية؟ أيوه جميل جدا 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 من أجمل ما يمكن الإيقاعات فيه تجنن الرتمات فيه أرتام جميلة والأكسنات اللي بيديها الرتم أكسنات جديدة علينا احنا كمصريين ومشوقة وجميلة جدا وأنا أرجو أنه التونسيين وأن كل بلد من البلاد العربية تحتفظ بلونها المحلي لأنه ده ألوان لو راحت تبقى يعني خسارة كبيرة جدا. عبد الوهاب كان يحب أمه برشا عاد مرة هما قاعدين في ساعة صفاء كما يقولوا فرح بها مع النقا ويبوس فيها لين جات بوسة فالتة على عينيها قلت له لا يا محمد تعالي يا محمد بلاش تبوسني في عينيا دي البوسة في عندي فرة هو قلت جيت على غناء اتصل بشعره اللي كتب له أغرب أغانيه حسين السيد وقالوا نحب أغنية بالاستيبوز في عناية هي حتى في فيلم يحيى الحب بشورة مديحة يوصل عينيها وعجبها كيف يغني لكن اللي جمالها في عينيها في بالاستيبوز في عناية وكاكا توقيت الأغنية الذكريات هزتني معاها الإذاعة التونسية هوني ما نخبيش عليكم عشت أحلى أيامات حياتي وكنت محظوظ أني خدمت الإذاعة في أوج انتشارها كان الراديو يلم التونس ومن استوديوهاته تتصنع شهرة المطربين والإعلاميين. عم الطاهر انت في الاستوديو اللي ديما تسجل فيه قدام الميكرو نتاعك شنو احساسك الذكريات الاولى اللي تجيك في مخك تو تفكرت وقت اللي كان كل شيء جميل ومحلاه وقت اللي كانت النيه وقت اللي كانت الناس تحب الاذاعه بغرام بقلب. تعتبر نفسك مخبر ولا تعتبر نفسك مؤرخ؟ مخبر ولا مؤرخ؟ والله أنا إنسان مواطن بسيط مغروم بالفن لا غيره من اللي نجم نقول لكم من 8-9 سنين نتبع على تعتمد على الذاكرة ولا تعتمد على الأرشيف؟ مخلف الذاكرة نحب ديما يلزم نرجع للأرشيف مثلا نعرف الفيلم تقدم في الأربعينات أنا مش نكون معناها قد تقدم وضوع فرق النهار والشهر والعام إذا كان يكونش الساعة أنا لا أقوم كفيلم ولد عام 1904 أي وقت إيش وش كان يعمل بها كيف هي تولدت وفنها وفن الضفدة الرقم بتاعه غير بديت في الإذاعة ضيف في المجال الفني المصري يستضيفوني الزملاء ونحكي لهم نقدم لهم الحقائق والمعلومات حتى جاتني الفرصة باش نقدم فكرة عندي كل أسبوع عندي 5 برامج توا في الغير كان نجوم الأغنية العربية كان
من أول البرامج اللي عديته. مثلا أول فيلم من عام 27 ليلة أبطاله والمخرج إلى يومنا هذا الأفلام كلها اللي تعديت. عند مثلا 50 سنة سينما لمحمد كريم في جزئين هو يعني كل الأفلام اللي أخرجها كيفاش خلنا في إيطاليا كيفاش غيره. مثلا يقول لك يوم 17 ساعتين الناس يقول مين نجيب شيء هنا، يقول يوم 17 جويني عام 1933 دارت الكاميرا لتصوير اللقطة الأولى من فيلم الماضي البيض. صورتي الكبيرة بدأت هوني في مقر الإذاعة، ولكن في مجال التقديم التلفزي. أغاني الأفلام البرنامج اللي نعتز به برنامج يحكي على أغاني السينما المصرية. أغاني الأفلام برنامج من إعداد وتقديم الطاهر المليجي. أسلوبي في تقديمه كان سبب شهرتي، كنت نعطي المعلومات بدقة مع شوية طرافة وتلقائية. تلبشي صلي حاضر ونقص نوم وتعب المغبون خذيت وعينه أرقد تحصيلة صغيرة، مش يشكر وكشاكش وعامل مسد والدنيا، لا تحصيلة صغيرة هكا. حلم فتاة جميلة حللتها بيضة جاتوا في المنام، كلمة بالأمارة اللي كنت نقولها للتأكيد على صحة كلامي كأنها ماركة مسجلة. وسمك بالأمارة هاك الكاميرا متاع قبل مستوها المدخمين الخفاف هذوما، من كاميرا الإعلام اللي مشيت لها بإرادتي وبرغبتي، كاميرا السينما والدراما والتمثيل. لقيت روحي قدامها فجأة. مرة أنا في مصر مشيت للبير لطفي الزيني معروف، لقيت ليلى حمادة طالبينا بالتليفون شكون يكلم فيها. محمود ياسين كلمها، قلت لها أديله خبر عاوز أكلمه. سكرت قلت لي هو يعرفه؟ قلت له مالكش دعوة أديله خبر. عدلت لي محمود ياسين إيش قال لي؟ طاهر حبيبي نورت مصر وظلمت تونس. أنا دلوقتي نصور في اللقطات الأخيرة من فيلم رحلة النسيان في الهيلتون، لازم تجيني. مشيت لهم افرح بيا وباسني وكذا، قال لي باش بطل قصة حياتك أنت معناها صحافي اللي ينشد هذه خدمة. أستاذ محمود، هل هناك إنسان ما أوحى لك بفكرة هذه القصة؟ أو معنى آخر، هل هناك ملهمة لك في هذه الرواية؟ والأفلام تاع قبل أفلام اجتماعية وتتعرض في السينسوار واللمبرة، كان فيها بالكون فوق وناخذوا بالكون عشان نتفرجوا. أما كانت أفلام ممتازة ياسر 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 ياسر، ما عادش نجي كيف. بين صدفة مصر وتجارب تونس نجمت نعمل مسيرة تمثيلية محترمة. أما التمثيل يقعد هواية، عمر ما اعتبرته خدمة، حاجة نحبها ونحب نتقنها. أعطوني دور طويل أعمل زوج المخرجين اسمه ليروز دماتماتا جوزي بينيرو اسم المخرج، عملوا لي تيست وفما ممثلين كبار توانسة ما نشعر خطر فرنسي متاعه ما هوش باهي. كتبت عليه المخرج كي هو في تونس كيفيت التمثيل، قال لي بيان تي جو بيان كوم تي اكري بيان. ولا سلسلة مثلت في غادة عطوني الدور يهودي تونسي وتكلمت باللهجة خذ كنت مخلصه. عاد فما واحد قال لي عم مش نعرفك انت طار من ليجي تقول هذا يهودي بالمنجد، بس قلت له لا عايز دورك مش حاجة كبيرة.
على كل حال بارك الله فيك ونشكرك على القهوة. يا سيدي فاطر سيرفيس قاعدة مزيانة قاعدة حلوة وحصرة، فكرتني فيا مزيان كلها. بالله زورنا طلع عليك نسيبك السنية فاطر سيرفيس يا أخويا يا عمر فاطر سيرفيس. بعد 40 سنة غرام بالفن يظهر لي كل يتفارغ ويتشي ما فيه. تصاور وحكايات وكتب ومقالات وأرشيف، ذكريات علاقات فيها المهني وفيها الشخصي. لحظات فرحة وسنة تعب بين الشهرة والنجومية عناوين كبيرة في حياتي، ولات هي كل حياتي. عايش توا على تفاصيلهم وحدي، حنين وشجن وحسرة على زمن تعدى. خايف تنساه وتمحيه الأيام الجاية وتولي القصة بالأمارة لا عندها راوي ولا فيها أمارة.